ما في شك أنه السفر حلو وكثير مميز، بنقدر نتعرف على تقاليد وأيضا ثقافة وحضارة بلدان عديدة. ما فينا ننكر أنه كمان لبنان بلد الجميل والطبيعة المميزة والمناظر الخلابة، مشان هيك نحن كلبنانيين في كثير كمان مناطق حلوة بركة ما بنعرفها، وبتحلى الحياة بنحب نركز على مناطق عديدة نزورها مع هند عبود، واليوم أخذتنا مشوار على قلعة شقرة. أهلا وسهلا فيك هند. مشوار. يا هلا هند. اليوم أخذتينا على قلعة شقرة، وين بتوقع هالقلعة؟ بقضاء بنت جبال، تحديدا هي بعيدة عن بيروت ساعة ونص وبترتفع عن سطح الأرض 668 متر. هلا هي ضيعة شقرة، في بقلبها قلعة بسموها قلعة شقرة وكمان بسموها قلعة دوبية. يعني هالقد القلعة مهمة لحتى تنسب للقلعة اسم الضيعة. مزبوط. هي شقرة تم تسميتها شقرة الضيعة تيمناً بالدبس الأشقر اللي هن مشهورين فيه واللي هو كتير طيب. وأكيد هلأ أهم معلم فيها لهيدا الضيعة هي القلعة اللي هلأ حنحكي عنها بهيدا الفقرة. قلعة شقرة تم بنائها بيقولوا على يد اليونانية والرومانية، مثل ما عم نشوف هلأ يعني من وراء الصورة. مزبوط. من وراء الأرشيتكتور تبعها بيبين أنه مين عمرها بالأول، رجع خلصها الصليبية، وهي اسمها أصلاً قلعة دوبية لأنه القائد الصليبي اللي رمم هيدي القلعة اسمه دوبو، فعلى قد ما صاروا يعيدوا الاسم صار اسمها قلعة دوبية. وهي هيك مفتوحة السقف يعني؟ لا، هو السقف مش مفتوح بس مهدم الديزاين بشكل معين، عاملين شيء للإضاءة بركة، بس هي لأنه مهدمة من فوق الطابق الثالث. بس عادي أسبي ديكوراتيف كتير حلو. كتير حلو مزبوط. ومع الخضار كمان كله من جوا. هلأ أنا بعرف أنه في قصة حول هالقلعة، شو هي؟ هلأ من بعد ما صليبية إجوا هيك كذا حقبة تاريخية قطعت بهيدي القلعة، ومنهم فترة المشايخ بلبنان. ففي شيخ رممها لهالقلعة بيقولوا أنه أحلى ترميم بهيدي الفترة بكل فترة هيدا كانت الترميم تبعه، كان عاملها بشكل كتير رائع مثل ما هلأ عم نشوف القلعة. فقد ما كان مبسوط فيها بس عامل احتفال ليفتتحها، وإجت شخصيات عالمية وشخصيات بالمنطقة وأكيد شخصيات من لبنان. خلص العشاء وطلع ليفرجيهم على القصر وعلى القلعة. في قصة هون أكيد هالقصة بيرددوها كلهم. فوتهم على البيت، كان كتير مبسوط بالجدران وبالغرف وبالأساسات اللي حاطتهم. وصل على السطح عم بيفرجيهم أنه كيف بتطل القلعة على المناطق على فلسطين وعلى سوريا، وهو ملتهب بالحكي بيصحت وبيوقع من سطح القلعة وبيتوفى، يعني من الحب ما قتل. فعلا هيدي خبريه كثير مؤثره ومؤسف انه قد كان يحب القلعه ورممها وبركي كان يعني ليفرجيها للكل ويعمل مزبوط. حفلات قد كانت بتعني له. مزبوط. كل العالم تحكي انه بتشهد قد هو كان يحبها، وطريقه موته كانت مؤسفه كثير، انه خلص كل شيء وبدل ما يرتاح وينبسط ويقعد فيها ويتمتع فيها ما تمتع فيها ولا لحظه، يعني توفى نهار اللي الافتتاح تبعها للقلعه. هلا بتاريخها الصليبية بيقولوا انه رجعوا رمموها على ارقاد على اثارات رومانيه لانه موقعها استراتيجي، يعني بس نطلع نزورها لهيدي القلعه مبينه مطله ومشرفه كثير. مزبوط. والاحلى من هيك انه هي واقعه مثل كانه محفوره بملتقى الجبال كلهم، يعني في حواليها جبال وهي تحت، هي ضيعه شقره بالنص اصلا، فهي محميه، يعني هي فيهم يقشعوا كل شيء منها بس ما حدا فيه يقشع شيء، بس هي شبه مخبايه. مزبوط، هي شبه مخبايه وحواليها في مساحات مبين انه كله اشجار والطبيعه، يعني مبين بالصوره اللي قبل هيدي. مزبوط. ومن زمان كانت تبين الحدود الفلسطينيه والسوريه، وهي اصلا يعني منطقه كثير استراتيجيه كانت وقتها للحروب اللي كانت تصير هونيك. فمشان هيك بس كان في حروب بالجنوب بلبنان، هلا ما يعرف بالجنوب بلبنان، كان العالم بدها تقعد بهيدي القلعه وترممها، وحتى في شيخ كانوا يتقاتلوا يعني من مزبوط على هيدي القلعه، وفي شيخ اسمه شيخ بن نصيف هو اجا وقعد عائلته والمزارعين تبعه كمان والمقاتلين كلهم قعدهم بهيدي القلعه بفتره الحرب. هلا لسوء الحظ انه قد ما قطع عليها حروب، قد ما هي استراتيجيه وقطع عليها حروب تهدمت، كل حقبات تهدمت بارتي منها لهيدي القلعه، وانهملت على فترة كتير طويلة من الزمن، من 4 سنين تقريباً اليونيفل نظفوا
نظفوا المسالك تبعها كرمال انه يحموا الاثرات وكمان نقدر نوصل ونشوفها سياحيا كمان العالم ان كانوا لبنانيه او غير لبنانيه يجوا يشوفوا هيدي القلعه اللي كان تاريخها انه كثير كثير حلو تاريخ كثير فيه افكار في تاريخ كثير مهم مزبوط. هلا في سكان بقلعه شقره او بهالضيعه؟ لا يبدو انها ما فيها حدا. الضيعه فيها اكيد بس هي القلعه اول شيء مسلكها فرداوي يعني بس بهالطريق تبعها بس بتوصلي على هيدي القلعه. طب بس ممكن بدي اسالك صعب نوصل على القلعه كيف وصلتي وحتى لما توصلي لها يعني لا تفوتي وتشوفيها في حيالله شخص يفوت او في وينين يعني قبل مره مثلا قلتينا بمكان طلبته اذن مزبوط. هون لا حيالله شخص بيقدر يزور هون حيالله شخص فيفوت بعد منه مركز سياحي رسمي بلبنان يعني بعد كل حيالله حدا في يقدر يفوت ما في حراس عليها هي مهدم يعني بتفوت لجوا بس ما بتقشعي كثير لانه يعني كثير حجار يعني من الضيعة لنوصل للقلعة كتير هين على الجي بي اس بتوصلي يعني بتحطي قلعة الدبية ودغري بتوصلك عليها يعني طريق أبدا ما كانت صعبة وأصلا يعني بس بلش تطلعي بالجبل ما في طريق إلا بتوصلك على القلعة على القلعة يعني ما في يمين وشمال ونقدر نشوفها من جوا ونطلع لأنه قلت تهدمت بس فيك تشوفي تحت ما فيك تطلعي لفوق لأنها مهدمة والحلو إنه المساحات اللي حواليها شاسعة يعني هي مزبوط حجمها مش قد القلعات اللي شايفينهم قبل بس الأرض اللي هي عليها كتير واسعة بأقل من دقيقة ضيعة شقرة كيف كم بنوصفها سريعا؟ ضيعة شقرة هي هلأ هن العالم بعضهم بالزراعة شغلة صغيرة بس أنه من زمان كانت منتمية لقضاء مرجعيون كانوا العالم ليعملوا هويتهم يروحوا أكثر من 100 كيلومتر فبس صار في قضاء بنت جبال أكيد قدموا طلب وصارت هلأ هي تحت قضاء بنت جبال هند عبود شكرا لك عم تاخذينا بجولات سياحيه كثير مهمه واثريه بلبنان عم تعرفينا على لبنان بكل بساطه اهلا وسهلا فيكي هند واكيد نعطيك الاسبوع اللي جاي لحتى تاخذينا بجوله جديده على منطقه اكيد انت بتحددتيها يا هلا مشاهدينا متابعين نحن وياكم حلقتنا لليوم بعد الفاصل الاعلاني